اللي بقول له مساء الخيرات عادل بيه. مساء الخير استاذ سامر، كل سنه وانت طيب ومصر كلها بخير يا فندم. كل سنه وحضرتك طيب يا فندم، وتحياتنا لشعب بورسعيد الجميل. وحضرتك بالصحه والسلامه يا فندم، ومصر كلها بالصحه وبخير ان شاء الله. هل بالفعل بورسعيد اليوم نستطيع ان نقول انها خاليه من العشوائيات؟ تماما يا فندم، النهارده الحمد لله السنه دي بنهايه 2018 احنا بناكل اخر عشوائيات موجوده عندنا في محافظه بورسعيد، اللي هي الاصلاح والحدود والبنايه اللي هي خارج زمام من بعد محافظه بورسعيد. اتبنى لهم 44 عماره ب 880 وحده سكنيه على اعلى مستوى، مساحه الوحده السكنيه 142 متر، تشطيب فوق سوبر لوكس طبقا توجيهات سياده الرئيس. كان سياده الرئيس كان مشرفنا من سنتين في محافظه بورسعيد واعطى توجيه بنفسه ان شاف العشوائيات ديت، وقال لي الكلام ده الله يرضيك، وكلفنا احد الجهات الشهاديه للدوله عملت بنت وانشات ال 44 عماره بمرافقها كامله، بمدرسه، بوحده صحيه، بسوق على اعلى مستوى. حضرتك شفتها في القنوات التلفزيونيه للفتره الشهر في بورسعيد، جهاز كون محافظه بورسعيد. الجهد ده استمر قد ايه يا فندم؟ هو الجهد ده فندم احنا قضينا على اخطر اربع بار عشوائيه داخل محافظه بورسعيد. كان اولها كان الابوطي اللي كان فيه 42,000 مواطن. هاي. تم تطوير منطقه الابوطي كان فيها 42,000 مواطن، وكان بيطوروا بيه قبل كده سياسيا ودينيا من 50 سنه. الحمد لله اهالينا في الابوطي دلوقتي تم تطوير الابوطي، وتم انشاء عمارات شاهقه للاهالي، بالاضافه تم انشاء اكثر من 18 عماره مدينة عشوائيات الاهالي اللي كانوا ساكنين في عشش سكنوا فيها، بالاضافه لعزبه ابهوف اللي كانت فيها اكثر من 15,000 مواطن في غرب بورسعيد. الحمد لله تم القضاء عليها تماما في قبل نهايه 2017. وتحولت منطقه عزبه ابهوف ان شاء الله بنحولها دلوقتي لتجمع سكني للطبقات الفوق المتوسطه، بالاضافه لمنطقه ناصر والامين اللي كان فيها بهيري ازالات، كان في المساكن الشعبيه اللي كانت اهم انشاء في 58 طلعها قرار ازاله في 2001. تمام. 2001 لما يتم ازالتها تم ازالتها يا فندم الحمد لله 58 عماره، تم بناء وانشاء 1026 وحده سكنيه لاهالينا في منطقه ناصر والامين، وتم تسكنهم فعلا يا فندم، والارض البديله ديت تم استخدامها لانشاء مساكن للشباب، الاسكان التعاوني لشباب بورسعيد. بالاضافه كان اخر منطقه عشوائيه داخل محافظه بورسعيد اللي هي القناه الداخلي، الحمد لله تم ازاله المرحله الاولى منها، وتم انشاء سوق على اعلى مستوى. ممتاز. سوق سمك عالمي مش موجود في الشرق الاوسط، حتى احنا كنا بنطبق زي سوق السمك الموجود في دبي. لما جم اهالينا في دبي شافوا السوق ده، لا ده حاجه ثانيه خالص وتطور ثاني خالص. ان شاء الله المرحله الثانيه بنبني سوق للخضار والفاكهه مجمع، بالاضافه للجمله والتجزئه، بالاضافه بنعمل اكبر مول للملابس المستعمله، عشان بورسعيد يعني مشهوره بالملابس المستعمله، باستيراد الملابس المستعمله وملابس الكانتو خلال الفتره ديت. المنطقه اللي هي وسط البلد ديت هتبقى داون تاون لمحافظه بورسعيد، هتبقى المركز التجاري لمحافظه بورسعيد ان شاء الله باذن الله. وقريبا جدا حضرتك تعزمنا ان شاء الله، بس بعد ما الجو يهدى كده ونتفرج على كل هذه المشاريع المحترمه، ونلتقي بسيادتك وبالشعب البورسعيدي المحترم. شكرا جزيلا عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.